السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونوا بخير. راح نبلش اليوم بشرح يعني الخناب الويب العملي، يعني أقصد الـ PHP، وراح نجي أول شيء ننصب السيرفر، يعني نشرح يوم التنصيب ونشرح الـ PHP العملي. أوكي، تنصيب طبعا أكو يعني أباتشي سيرفر أو أسان، عندنا الوام إكزام أي واحد ماكو أي مشكلة، بس مثلا الوام سيرفر راح ننصبه لكم. طريقة مال التنصيب مجرد تحمل الفايل مالته، يعني مجرد تنصيب عادي، حتى ما يطول الفيديو يعني احتمال، يعني بس مجرد اعطيكم هنتات عليه وسته، واحتمال اذا يعني سريع نكمله. جيد، فننتظر يعني ما يعني هو مجرد تنصيب بسيط ما يفتح. جيد، انه مجرد دينا الصوب انستال وانتهى. طيب انستال ما دينا اسباني ما احتاج اصلا، مجرد تطيع انستال تختار اللانجوج، يعني هنا بس انجليزي اكيد، ما اتفاق عربي ما عربي، اكسبت تطلع اجريمنت، اكسبت الاجريمنت يعني نصيب عادي، نكست نكست زين. هنا ننتبه تختار ماي اس كيو ال، اوكي انا يعني حتى خاف ما مختاره، بي اتش بي اوريدي مختاره هي، لو تشوفها انت فاختار ماي اس كيو ال، اذا ما مختاره انتبه طبعا. اوكي تنطي نكست وانستول. يلا بينا نصب، انا ما راح الغي لين بس مجرد ما ينصب تجي الشغله. الطريقه مال التشغيل اعتقد كلكم تعرفوها، انه مجرد تلقاه هنا طالع الوام او ما طالع، تجي تبحث هنا تكتب وام، اوكي تبحث تكتب وام يطلع لك يشتغل تشغيل بسيط. راح الغي انا ما اريده لين زين. نجي هسه الثاني اللي هو يعني اثنينكم ادري ايش مروا عليه هسه اكثر شيء، فالثاني اكزام X A M E V O، يعني هو مختصر مال أكثر من كلمة. أوكي هسه نجي إحنا نجي نشيك شلون، بس طبعاً بالزونة يمي عصفور فيصل جيد. فتنصيب مباشر next، إذا اللي مختارات هنا، إذا مختار تختار من أنت، أوكي تختار الموقع زين. أني يعني يقول لي يعني أنت من أصفر أوريدي، فراح شنو راح أغيره مثلا بالدي أو شوين، أنتوا اختاروا بالسي أفضل، أنا راح أغيره لأن أنا من أصفر أوريدي، أوكي تختاروا شنو اختاروا؟ اختاروا اختاروا بالسي أفضل، طبعا مو أيوه أي درايفر، مو ال درايفر عفوا، مو ال مو ال شو اسمه، مو ال بالسي، بس الأفضل بالسي، أوكي. تنصيب تمام، انا ما اريد انصبه هسه، راح اضيف التنصيب تنصيب عادي، راح اضيف ما تنصبه. اوكي بعد ما تنصب الاكزام او الوام شو الشغله؟ احنا قلنا شلون الشغله، هذا نجي نكتب وام هسه لين ما ننصبه، انا ما راح اطلع تكتب وام، اوكي يطلع عندك هنا وام ستارت، تطين يعني كليك يشتغل، او الاكزام تجي تكتب اكزام يطلع لك كنترول بانر تدوس عليها يطلع لك هيك بهال يعني فوق، اقول لكم ما راح يمكن الشير مو من حاضر بعد مباص الماضي كل شيء، لو ارجع له شنو بس اعطيني اي دي كذا واضح او بس اجي يس اوكي. فيطلع لكم هاي الصوره، مجرد الشغل الاباتشي والماي اس كيو تعطيني ستارت من هنا، تصير بهاي الحاله رايز هاند فضل شكرين. اوكي مجرد يصير يعني يجي ستوب يعني اشتغل، اوكي بس لان اثنين قد ايش كافي تجي النوب تنزل هذا الجواب يصير ماكو مشكله، هو هنا لما يشتغل لازم تكون هذا لما يشتغل تقدر تشغله من هنا او من هناك كيف. جيد هسه نصبنا خلصنا من التنصيب، راح نجي هسه نشرح اللي دخلناه بالعملي اللي هي هاي الايام راحت. اوكي
خلينا نجي هسه وين نروح؟ بهنا صرناها احنا صرناها مثلا بالسي او بالبي، اوكي؟ مثلا صرناها احنا بالسي جيد؟ نجي مثلا نصرناها طبعا باسم اكزام، اوكي؟ او وام حسب. انتبهوا الشغله، الوام من تفتح الوام تدور على www، اوكي؟ من تفتح الوام تجي هنا تدور وام، تدور على فايل اسمه عفوا فولدر اسمه www، اوكي؟ الاكزام من تفتحه تدور على فايل اسمه htdocuments، اوكي؟ اوكي؟ htdocuments تمام؟ طبعا ذني بروجكت مالتك هنا تصير. طيب هسه نجي شنو؟ نجي نجي شنو هسه؟ نجي نسوي ال احنا اللي نريده. مثلا سوينا فولدر شو اسمه؟ تنشئ فولدر افضل لك، ما ادري شو بس انا اكثر من بروجكت عندك فسويها على شكل فولدرات. مثلا خلينا نجي نسميه توتوريال، اوكي توتوريال توتوريال كيف تسوي تعليم جيد. نجي نفتحها، نجي نسوي داخله فايلات. هسه بعد شايل فايلات سهله اعتقد، كليك يمين ونيو تطي يلا شو ونيو شنو تكست فايل تطي اسم. مثلا الافضل دائما شنو قلت لكم اندكس. احنا بدنا نشتغل هسه شنو؟ بدنا نشتغل بي اتش بي. اذا اي فايل نسويه شنو نخليه بي اتش بي. طبعا واحد يقول شو قدر استخدم بي اتش بي فايل، يعني حط امتداد بي اتش بي او حط امتداد اتش تي ام ال. اقول لك اذا اكو كود لو حرف واحد بي اتش بي خليه بي اتش بي، واذا ماكو اي كود بي اتش بي خليه اتش تي ام ال، ماكو مشكله. زين سؤال يقول لي، يقول لي زين اذا انا عندي كود اتش تي ام ال واسوي امتداد بي اتش بي يشتغل ولا ما يشتغل؟ اي يشتغل ماكو مشكله. يعني هسه هذا انا سويت بي اتش بي واقدر اخلي كل الكود اللي داخله شنو؟ اتش تي ام ال، ماكو مشكله يشتغل. بس شنو المشكله؟ المشكله راح يشتغل بس على السيرفر هذا. يعني شلون؟ يعني قبل الملفات ال HTML شلون نشغلهم؟ دبل كليك ويشتغلون مباشرة، ما عندنا أي مشكلة. احنا أيضاً أي ملف نسوي بي اتش بي لازم نحطه وين؟ بالإكزام HTDocuments، أوكي؟ فماكو مشكلة تخلي بالبي اتش بي كود بس HTML، ماكو أي مشكلة. تمام؟ بس يعني مو منطقية، بس كبروبلم ماكو أي مشكلة، يشتغل طبيعي وماكو أي خطأ. أوكي؟ والدليل حتى نتأكد يس. طبعا سويت على ملف اندكس بي اتش بي، راح اجي افتحه بالفيجوال ستوديو. اقول يعني انت مو الا اي اديتر، يعني سواء نوت باد او شو اسمه او غيره، يعني كيف انت حر باستخدام الاديتر. بس انا افضل شو اسمه الفيجوال ستوديو. توتوريال وين؟ نختار توتوريال ونقول له سلكت فايل. انا هاي شغله بسيطه، يا اما تنقر منها في دبل كليك او منها تختاره، ماكو اي مشكله. طيب طلع لي شنو الاندكس. هسه شوفوا، لو تشوف ال ال الفايل شنو نوعه بي اتش بي وفارغ، نجي نكتب مثلا ب اتش تي ام ال، نسد مثلا التاج ال اتش تي ام ال، اوكي انا لازم ما اكتب ثاني جاهزات. نجي نكتب الهيد ونسد شنو الهيد سوري جيد، ونجي نسوي بودي مثلا، بس نخلي مثلا بس رقم طباعة، اوكي شنو بادي. اوكي هسه لو تشوف هنا مثلا مكتوب هلو، لو تشوف هذا شنو كود اتش تي ام ال، وين راح نشغله؟ راح نشغله بالبي اتش بي، اوكي؟ فنجي هنا شلون الشغله هنا، يعني شلون تشيك انه السيرفر مالتك شغال؟ مجرد تكتب لوكال هوست بدون اي سبيس، بس لوكال هوست بس تعطيه انتر. اذا فتح لك ويلكم يعني في الصفحه، مو راح جوجل، مو راح يبحث لك بجوجل. اذا بحث لك بجوجل او طاق خطا شنو عندك مشكله. اذا فتح لك هيك يعني اوكي الامور طيبه. زين هاي لوكال هوست، اليوم من اقصد به لوكال هوست؟ اقصد به اتش تي دي دوكيومنتس، اقصد به هذا اللوكال هوست هذا كليته. زين انا ايش عندي اسم الفولدر شنو هو؟ توتوريال. مو صح خلنا نسخه اسم الفولدر شنو؟ توتوريال. فايش اقول له؟ اقول له HTTP document عفوا هوكال هوست اللي هو HTTP document نفسه سلاش توتوريال. افتح لي توتوريال، اوكي جاب لي منه باي ديفولت، جاب لي منه
الاندكس طبعا انت قاعد تكتبها هيك اندكس دوت بي اتش بي اوكي او ما تكتبه باي ديفولت هو يجيب لكم الاندكس مثل ما قلت لكم تمام زين احسن انا ما اريد اسمي الفايل ما اريد اسميه اندكس اريد اسميه غير اسم قلت له اوكي سمي مثلا اسم تسميه انت كيف مثلا تسميه عادي انت ايش كيف تسميه عادي ما يصير لا يصير عادي بس شنو المشكله شوف هسه كان اندكس قبل يجيب لي اياه اول واحد لانه هو يعرف الاندكس قبل يعرض لي اياه هسه لا كان ما اعرف اياه هو يعرض لك اياه من تريد انت يعرض لك اياه كم فايل عندك 50 فايل يعرض لك اياه وعلي زين فتعرض قبل علي انه عرض علي ماكو مشكله فاهم كتب علي فوق زين احسن انا ما اطلع عليك عندي مليون فايل انا ما اريد اكتبه مباشره اقول له اوكي تقدر تكتبه مباشره بدون ما تبحث يعني حد الان اكو مشكله دا انطيك يعني كلها تقنيه من حد الان شلون تتعامل ويا اللوكال هوست ما سوينا اي كود ما سوينا اي شيء هنا انا اوكي الحاضرين شكرا زين وفاطمه باسم اوكي بلحظتها اذا اكو مشكله قولوا ترى هنا انا مفتهم فلان شغله هسه هنا لو شوفنا شغلنا كود بي اتش تي ام ال شغلناه فايل شنو فايل بي اتش بي وماكو اي مشكله مثل ما قلت لكم شنو يشتغل عادي زين المشكله اللي هي شنو هي راح تصير انه هذا فايل اتش تي ام ال اني اريد اشغله بالبراوزر مباشره انا اقول له اوبن جود مثلا براوزر اوكي شوي الحاسب اتش بي زين مثلا هسه اجيب هذا عشان ابي البراوزر اريد انا حاب لي ادي انه يا شوفوا لما انشغلت بالبراوزر مباشره ايش قال لي؟ عرض لي الكود مال الاتش تي ام ال ما شغل ما علم هو اتش تي ام ال لازم يشتغل مباشره قبل كان يشتغل ليش هسه اختلف؟ ليش صار زاده؟ زاده شنو صار؟ بي اتش بي زين شلون اشغله هذا خراب هاي؟ اقول لك لا اذا هو بس اتش تي ام ال شو تسوي له؟ الافضل شو تسوي له الافضل؟ اتش تي ام ال يقول لك يس يقول له يس بس لو اشوف هنا صار شنو امتداده اتش تي ام ال اشتغل اتش تي ام ال يعني هو اتش تي ام ال اصلا اوكي اذا بي كود بي اتش بي لا ما ينعرف فلازم تعمل بي اتش بي هسه هاي شغلات بس لل شغلات تقنيه انتبه لازم اوكي هسه نجي نرجع شغلنا نسميه اندكس يلا اندكس انا حاسب بدا كلش زين هسه نجي صار كود بي اتش بي هسه اقول له طبعا داله الطباعه البرنت مو عندنا احنا سي اوت بالش اسمه بالسي بلس بلس وبرنت اف بالسي وبرنت بالبايثون وبالنسبه للسي شارب رايت لاين مو ساي كونسل رايت لاين يا احد اشتغل كونسل تشوفون كم دال عندنا هنا شنو هنا اقول انا لا ما عندي برنت عندي ايكو اكو برنت بس هسه نستخدم ايكو او ايكو اوكي نستخدمها ننطي شنو الطباعه مثلا اقول له اطبع لي طبعا فارز مقوطه قلنا نستخدم ليش لان هاي بعد مو اتش تي ام ال صارت اوكي فقلت له ايكو سوري صار هذا اسمه تغير صار اندكس اوكي ف من يقول لي ليش صار هيك اوكي احنا طبعا ايكو ليش صار هيك ليش طلع لي اياها ايكو ها حسين ما حطيت تاجات ال اتش تي ام ال بي اتش بي عفوا لا 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 ما حطينا بي اتش بي كود اصلا ايش قلنا؟ انتبهوا شغله انتبهوا دائما المشاكل البي اتش بي شلون كتبت تاج البي اتش بي الاكبر او الاصغر يعني حسب اكبر علامة استفهام بي اتش بي وينسد شلون ينسد علامة استفهام ويج اوكي هنا تخلي الكود اللي تريده مال بي اتش بي بس هنا تخليه من تفتح التاج بين التاجات تخليه زين اوكي انا عندي ايكو خليه يعني حتى شوفون شلون صار لونها قبل شلون صارت تكست عادي بينما لما شلنا حطينا داخل البي اتش بي صارت كانما فد ميثود محجوزه يعني فد كبره شويه افضل اوكي هسه زين هسه نجي شنو
بسيرنا نجي شنو هسه اوكي طب بسيرنا هسه اوكي هنا اعتقد واضح شلون شلون طبعا الهلو زين حسين اريد ان اقول الهلو 20 مره اوكي دلل وعد لك الهلو 20 مره دلل او يعني عدد مرات هاي منطقيه هيك شي شوفوا يعني اضل اكرر يعني ردت مليون مره اضل اكرر مليون مره منطقيه هيك شي اكيد لا ماخذين فد شي اسمه لوب اوكي اللوب طبعا نفس اللوب مال السي بلس بلس تقريبا يعني كلش قريبه تكتب فور يعني عاديه هنا ما تقدر تسوي يعني ما عندك انتجات شو تسوي المتغيرات هنا للفي اتش بي المتغيرات للـ VHP شو تسوي؟ تسوي اس دولار متغير اوكي خليه مثلا صفر اس دولار ال شنو المتغير نفسه مثلا اكبر من اصغر من 10 تمام وشنو اس دولار سوري اس دولار المتغير اوكي بسرعة تصير وشوفوا انطوا عليها 10 مرات تمام شباب قلنا انا اوكي زين حسين اريد ان انطوا عليها اريد ان ينزل سطر ينزل سطر وياها شلون ينزل سطر من يقول لي عندنا تاج بالبي اتش بال 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 اتش تي ام ال شو اسمه بي ار شو يسوي لي البي ار ينزل لي خبر شباب هنا انا اكو مشكله لان كلهن شغلات تقنيه ماكو مشكلة اوكي يا ما اعرف طالعين بس فاطمة اوكي تمام فاطمة حتى يعني جيد السد ما نفهم مشكلة اوكي جيد هسه كافي هسه نجي شنو بعد طبعا هو اكو وايا لوب وفور وخلي ايف يعني زين اريد اطبع مثلا بس من يعبر مثلا هل اطبع المتغير نفسه مثلا اقول له هلا ورقم المتغير هذا ايش قد صفر واحد هيجي فشلون اسوي كونكاتينيشن بين السطرين قبل شنو ناخذ كونكاتينيشن مثلا بالسي شارب خلي مثلا هيك راح اكتب هنا طبعا جوا يعني مثلا هلو سوري هلو وردت ادمجها بفد متغير مثلا وورد اوكي احط شنو كونكاتينيشن زائد مو صحيح؟ هنا لا هنا انا اقول لك الكونكاتينيشن عن طريق الدوت اوكي مثلا ادمج سدرين اثنين مثلا هسه هاي دمجتها ادمجها ويا شغله معينه دوت شنو؟ اس دولار اي اوكي خلينا نجي نشوف ايش حيصير شوف ايش طبع لي طبع لي شنو الارقام مالتها طبعا هنا لازم بس نسويها نرتبها هنا نقول لك من جديد من جديد اول شيء دمجنا هاي الهلو ويا الـ ويا الاي لما قلت من جديد شنو دمج لي البي ار دمج لي شنو البي ار شلون راح تصير هسه نجي نشوف التنفيذ مثل ما عرفنا اوكي زين خلنا ناخذ هالشغلات بسيطة بعد ونعبر يعني شغلات يعني تعرفون انتم كشغلات برمجة هسه بالله اريد اقول له مثلا اطبع لي بس الفرديات اقول له اف فرديات شلون الاي ايش بي الاي الفردي ها مود اثنين يساوي واحد اوكي شغلات بسيطة تعرفوها ايش طبع لي بس الفرديات الواحد والثلاثة والسبعة والخمسة اوكي سهلة اصدقك وسواء ان شاء الله يعني تعرفون فرق مرة اخر زين هسه هنا يعني تعرف شغلات بعد الاف وشلون تتعامل اذا يعني انت سهلات يعني ما يحتاج لها الشرح بس مجرد يعني سهلة ما يحتاج ايش بس اعطيكم الشغلات المهمة اللي هي الدمج مثلا هاي ينفيد هاي الدمج اوكي بس هاي الاف والفور هاي اعتقد يعني سهلة الواير والاكسل زين حتى زين هسه نجي شنو نجي
شلون يعني ندخل مثلا قيمه تي اكس تمام، او يعني قبل لا هاي هسه اكو شيء اسمه اخذناه احنا اخذناه بالكورس الاول اللي هي الفورم والاكشن والبوست والجيت تمام. طبعا هو هذا اهم موضوع حتى بس اشوف الجيت بعد منه بعد 20 دقيقه وينتهي الزوم. اذا هاي اذا احتاجنا نسوي غيره، اذا احتاجنا نفس الرابط بالمعادله خلاص حاضرين نفس الرابط بالمعادله زين. هسه نسوي شنو؟ نريد نشوف طبعا اكو قلت لكم هذا يعني تقدر هواي شغلات هواي شغلات تسوي مال الفور وهذا يعني شلون تسوي تغيرات شلون يعني مثلا انا طرح سؤال تسوي سواب او تسوي عمليه رياضيه زين منك عندك. طبعا الايكو اكو فد شيء ايكو فد شيء اسمه برنت يعني بس هسه استخدم الايكو يعني ماخذيها البرنت ما ماخذيها انتو خاب الشيء وضعي مكان ايكو هنا بس برنت يعني جيد. هسه شلون نسوي ال خلينا نشيل هذا هسه صارت هسه هنا تمام نعبر على الفور اعتقد المفروض تمام المفروض تمام. الفورم شلون نسويها فورم اوكي خليها ديف او شو تخليها بس انا سويت معها سمبل حتى ما نعقد عليكم. ماخذينهم بالفورم احنا هسه طبعا اكو ادوات بس اهم شيء بالفورم اللي هي الميثود وشنو عندنا اكشن ميثود واكشن اي سوري ابغى اقول شنو اكشن اي ميثود واكشن عاشت اوكي وعندنا هذا الشيء شو اسمه اكشن اوكي. هسه ذني شنو ذني عندنا الميثود اثنين راح نشرح شيء نظري هسه بسرعه يعني دقيقه اشرح لكم النظري. فشيء اسمه الميثود طريقه الارسال طريقتين اللي هي جيت وبوست. الفرق بيناتهم شنو؟ الجيت يرسل لك القيم راح نشوفها طبعا كلنا نشوف هذا العين يرسل لك القيم وين؟ باللينك يعني هذا اللينك شوفوا هذا يرسل لي بقيم مال التكستات او فشيء معين. البوست لا ما يرسل لي سايلنت بس هو يرسل قيم يعني يعبر لي شنو هاي الفائده نرسل بها قيم من بيج لبيج مثلا زين يرسل هنا فيها نفس الشغل بس شنو الجيت فرقه؟ الجيت فرقه يدز القيم عن طريق اللينك اوكي. طبعا هذا ما يفيد اذا كان عندنا باسورد فهم ندز الباسورد باللينك زين اذا كان عندنا مثلا شيء مهم كريدت كارد نمبر او شيء اوكي فلازم لازم ما ندزهم. جيد هسه خلينا ناخذ البوست نقول له بوست طبعا كابيتال او سمول تدرون انتم ال HTML ما هذا هسه اقول لك اعطيني اكشن هسه خلي الاكشن نرجع عليه بعدين. هنا شو اقول له مثلا اريد بس ليبل واحد ليبل اوكي واسد الليبل جيد انا احط به شنو انتر فاليو اي فاليو جيد خلي جوا انبوت جيد الانبوت شو نخلي الانبوت مثلا التالي مالتها مثلا اريد تي اكس اوكي والنيم اهم شيء النيم تقوله النيم مثلا اقول له النيم مثلا فاليو 1 اوكي جيد وهنا نخلي مثلا سبنت تبغى لازم سبمت تايب سبمت تسوي بوست اوكي سبمت خلي له قيمة مثلا الفاليو حتى ينطبع او خليه يجي بدون فاليو هو اللي يطلع خليه احسن يجي سهلة بسيط ايزي حتى لا تدوخ ما ضفت لك اي شيء صعب اوكي لو تشوف هسه دندوس يصير شيء عادي نكتب يصير شيء قد يصير يا ايش ما عندي اكشن فايل يقول وين اروح؟ هي شنو فائده الفورم؟ الفورم من اقول له سبمت تروح لفد فايل معين زين بس لو نفرض تروح لها فيسبوك تروح لفد لينك معين فيسبوك شوف مثلا شوف راح للفيسبوك راح لفد لينك معين تعرفون شلون؟ طبعا يقول لي ما عندك فيسبوك انا
فهمتون ايش يعني؟ هذا نخليه هنا الفايل هو يروح عليه. اوكي شو نسوي احنا؟ نسوي فد فايل هاي بس خلي فد فايل خلي فد فايل اكشن تسوي بيه شنو؟ اكشن طبعا مو فيسبوك بس دايركت انا شنو الفكره ميثود بوست يكتب اكو اثنين اكو اثنين شغلات ميثود بوست تو جيت هسه اخذنا البوست نفتح شنو البوست اكشن يريد فايل نيم وباث طبعا كامل وهاي ليبل سهلني شغلات اشتغال طبعا شغلات اشتغال راح اعبر ما احكي من سهلات اوريدي ماخذين بس بقطع ليبل وانبوت في شيء بس هسه نسوي فايل ثاني نقول له اد نيو فايل شو نسمي الفايل مثلا اكشن فايل دوت بي اتش بي اوكي اي اسمي اي بي سي اي اسمي بس هي تسمي دائما اسم يعني زين هسه هنا شو اريد انا؟ اريد هذا من اقول له سبنت يطبع لي القيمه يطبع لي القيمه مالت التكست صارتنا بغير صفحه يعني شو نيات انا اهم شيء خدنا البارحه يعني هو اسبوع جاي عاد نفسه فكلش مهم انت بقول اخوان خلي هنا قيمه مثلا خلي فاطمه حاضره خليها واقول له سبمت يطبع لي اياها غير صفحه هاي ستب وهاي اندكس ما تغيرت لا هذا يتغير يصير هنا شنو اكشن يتغير صفحه كلها تتغير يطبع لي اياها غير صفحه يعني دا ارسل قيمه من صفحه الى صفحه اخرى نجي على الاكشن انت هنا شلون راح نشتغل بي اتش بي يعني تدرون هذا صار بعد بي اتش بي شو اسمه انجن شنو انتبه شوية هنا انا شو اقول له ايش هي مثلا اسمه متغير انتبه اسمه متغير شو اسمه اسمه نايم 1 فاليو 1 اوكي احفظ فاليو 1 تعال اشتغل اقول هنا مثلا سوي متغير واطبع من المتغير طبعا الا سوي متغير لا مو الا بس احنا نشتغل ستيب باي ستيب اقول له اس دولار متغير شلون نسوي صح نسوي اس دولار بي متغير زين تجي هنا نشوف شنو هي الميثود الميثود بوست اوكي قلت لك اوكي مدام بوست تعال تجي تسوي هيك خلي اس دولار اندرسكور تكتب بوست شفت جاب لك اياها مباشره يعني خاطر طبيعي تفتح قوس تحط زين شو خلي بين قوسين خلي اسمه والنيم شنو هي فاليو شو خذها فاليو وان سوري خذها كوي تجي تخليها بين سوري بين سنجل كوتيشن زين اوكي نفذ شنو ما صار طبعا ما صار ما سوينا شيء يعني بس جبناها حطيناها في زين يعني شو اسوي؟ اريد اطبع هاي شلون اطبع هاي؟ اوكي اطبعها بالهيك زين اكو نفذ طبعا لود حتى يجيب الكود الجديد ما صار شيء زين شنو طلع علينا شلون؟ لا شو تسوي؟ الاكشن فايل وين تخليه هنا؟ شنو الاكشن فايل مالتك؟ شو اسمه؟ اسمه اكشن اسمه اكشن دوت بي اتش بي اوكي؟ جن غاية شو اسمه؟ لود الصفحة مثلا حطينا فاطمة شوف ايش صار تمام هنا شنو كانت؟ اندكس فاطمة قاسم مثلا فاطمه باسم وهاي صفحه شنو هي اندكس نقول له سبنت انتقل وين غير صفحه وشنو طبع لي فاطمه باسم اوكي زين اريد هذا الاسم من اجيبه هنا احطه اياه مثلا فد هلو اريد اضيف له فد شغله اي اوكي اضيف له شغله هلو سبيس كونكاتينيشن شوف هسه دخلنا هنا فاطمه باسم اقول له سبنت شو يقول لي هلو فاطمه باسم اوكي لو شوف من سوينا بوست نسوي انا بوست اكو شيء اجى هنا هيك شيء فتش خابير جت ورا ما جت اي شيء صار فراغ كل شيء ماكو زين هاي ليش لان هاي اسمها بوست هاي واضحه لو عيد انه موجود هذا راس واضحه لو عيد اعتقد واضحه ما في اي مشكله تمام هسه نجي شنو؟ نجي لا اريد اني جيت خلينا نشوف احط جيت شنو المشكله بس هنا احط جيت بس هنا ما حد قيد واقول له نشوف هاي سهله هيجي هيك بس هيجي سهله بس هنا خلي قيد وهاي هاي شنو قرر ليش اندفاين اندكس
خلي هنا نقيت لازم شنو بالمقابل هم نقيت فما خليه بوست هنا فدي يعرف هو شنو بوست فدي يجيب هاي الفاليو ماكو ما اجا بوست هاي الفاليو ما اجا لو شوف احنا سوينا شنو جيت هاي الفاليو مو بوست شو اقول لك لا هاي سويها شنو سويها جيت مو بوست هاي اوكي نتبع شوية فنجي نخليه مثلا حسين اوكي اقول له سبميت لو شوفون شنو دز هنا فاليو 1 يساوي حسين تبعت شلون؟ تبعت شلون؟ واضحة يمكن ولا لا؟ واضحة مو؟ انه فاليو 1 اللي هو نفسه فاليو 1 اللي هو هذا فاليو 1 شو تساوي؟ شنو قيمة الفاليو 1 اللي هو الانبوت تكست شنو قيمته؟ قيمته حسين اوكي هذا فاليو 1 ينسوف الشغلة سوف الشغل مثلا اجي هنا تبيت حسين جزيت انت مأمن عندك باسورد وفرحان تبيت ما حد شافه باسورد لو ضميت ايدك تبيت باسورد معين حتى ما حد شاف يعني مخفي قلت له سبميت تفاجئت انه باسوردك اجى هنا باسوردك تفاجئت انه اجى هنا اذا المشكله اللي هي لازم شنو؟ لازم شنو؟ لازم باسورد مدز بال يعني قيم مهمة مو إلا باسورد أي يعني مثلا هاي مال كريدت كارد كتبت أرقام مثلا مو هكذا يعني ما يصير تدزه كبوست فهمتوني؟ فهمتوني شباب؟ فهمت شلون هسه؟ تمام يا وعيد؟ يعني مجرد إنه تخلي شو اسمه جيد فمجرد انه شرح جدا واضح شكرا جزيلا اعتقد واضح انه مجرد شيء بسيط ما تقول الفيديو انا عليك حتى تقدر تشوفه انه مجرد شيء دخلنا اهم شيء تفتهم شنو اخوان تفتهم من الديسك قيم هنا وتسوي لهم معالجه هنا وياي يعني مثلا هسه اريد خلينا نجي نسوي فد برنامج بسيط مثلا اي اجلس هنا اريد ادز نمبر الكود مال الاتش تي ام ال سابق كله تعرفين عارفي زين بدي ادز هنا اتش تي ام ال مثلا نمبر ادز هنا ياخذ فاليو 1 وادز فاليو 2 نمبر هنا انا فاليو 2 اريد اني يجمع لي اياهم وين يجمع اياهم بالاكشن فايل يجمع لي اياهم بس ادز هنا والاكشن فايل يجمع لي اياهم ويخلي اياهم مثلا بتيبل اوكي نجي نشوف شلون يجيب الاكشن فايل يسوي اياهم تيبل فمجرد سويت سويت تكست يعني لو شوفون هسه حددها تصير واضحه عندكم جرد الحد لو تشوفون انبوت 2 بسيط الاحكي مثلا 10 ل 20 يجمع لي يعني هناك او يسوي اي عمليه عليها يعني شفتوا حتى يمكن تاسكات شفتوا شلون اشتغلت عليها بس مال التيبل يعني شويه خاب يجيبكم اياها يعني الاسبوع الجاي خذوها يعني زين هنا دزيناها زين حسين وين نسوي التيبل؟ التيبل اقول لك وين نسوي بالاكشن مو صحيح ادزها هنا انا ادزها بس مجرد ادزين وبالاكشن شنو؟ بالاكشن اسوي التيبل يعني هنا مكان ما هاي اسوي التيبل لو شوفين هذا انا دزن قيم از يعني جيت ميثود اوكي دزن بالباراميتر طبعا واحد يقول لك جيت يعني مو مهمه لا طبعا مهمه طبعا انتبهوا يعني مو جيت انه فد شيء يعني مستيك او فد شيء مو مهم او خطا او هاي لا طبعا بس يعني لكم ان الباسورد لا تدزوه بهاي الطريقه اوكي فقط 10 دقائق وينتهي ال ينتهي شو اسمه هذا فلازم نكمل بها 10 دقائق اوه هسه جتنا قيم اني جتنا قيم هذا نسوي له هيك شيء هاي فاليو 1 هاي فاليو 2 هاي فاليو 2 اوكي هسه عدد تو قيم هسه نجي نحط هنا التيبل التيبل شلون اسوي التيبل شلون اسوي تجي مجرد اطبع التيبل اطبع التيبل كما هو اطبع ايكو شلون اطبع التيبل من يقول لي تيبل اكو مشكله تخلي له بوردر مجرد طباعه للتيبل اوكي
خلطنا هذا التاج، نجي نفتح تاج مال شنو؟ مال تي ار اللي هو تيبل رو، نفتح رو انه شو افتح؟ افتح تي دي اللي هو من وين؟ اللي هو الخليه، شو اخلي بيها الخليه؟ شو اريد؟ اخلي بالخليه يعني اريد اخلي الفالي 1 مثلا. اوكي؟ ايش اكتبها الفالي 1؟ لا حسيت خلي قدامها تقدر اوكي. واريد شنو؟ تجيبون لها عاد مجان يعني بس شويه وياي تيبل و تي دي لا في تي ار و تي دي و شنو التي دي قيمتها value 1 انهم شنو اسد بني مو صحيح؟ خلينا ناخذ الكوبي اسد مو صح؟ يعني ندري من نفتح تي دي لا عفوا سوري 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 نفتح تي دي لازم شنو؟ انسدها زين بعد ايش ادي؟ قلت لك اوكي كملت اول خليه افتح لي الخليه الثانيه نفس الطريقه افتح لي الخليه الثانيه تمام؟ نفتح الخليه الثانيه زين وش نخلي بيها؟ دوت في 2 اوكي؟ واضح ولا لا؟ هاي الخليه الاولى افتح لي الرو الاول بس تفور شويه افتحت الرو الاول افتحت الخليه الاولى ايش خليت بيها؟ الفي 1 سديت هذه الخلية الثانية ايش خليت بها البي 2 شنو اسد الخلية هاي مو صح؟ اسد هاي الخلية اللي هي شنو هي؟ خلي التي بي سديت هاي الخلية زين سد الرو ما سد سد الرو ماكو مشكلة ما عندي شيء تيبل رو سده يعني سد التيبل سد التيبل ما احتاجه اوكي خلينا نجي نشوف هسه ايش صار جندس قيم خلينا نشوف السؤال اياها يعني. أنا هاي مو نفس القيم خليها زين فشوف السؤال اللي سويناه على شكل تيبل زين حسين اريد انا بعد خليه احط فيها الناتج اوكي ماكو مشكله خليه هسه هاي مو خليه وحده وهاي خليه وحده اوكي تمام نجي خليه خلي خليه وحده بعد ماكو مشكله مشكلة خلي خلية واحدة بعد اوكي مشكلة بس خلينا انا شنو هاي value 1 زائد value 2 خلينا نشوف بس ان شاء الله نيوميرك انا لازم تحولها نيوميرك هسه بس خلي عندنا نشتغل احنا شنو data فشو نسوي؟ سوي ناخذ نغير value 3 تمام value 3 مثلا جيد آسف نجي نسوي هنا ال value 3 value 2 value 1 زائد value 2 نجي نعرف شو نقول له إن هاي نادي نشتغل سترينج احنا ما يصير شوف شنو جمالية تمام بس ما واضحة اعتقد بالجمع خلينا نخلي قيم 10 20 نجي نتمنى طبعا الحين تجي البث شوفوا هسه 10 20 طبعا يعني عملية تسوي انا بس اوضح لك السهولة شلون تسويها طبعا مو تخليها انا اتوضح لكم انه نخليها هنا شو يصير اتوضح لك شو يقول لك انتبه لازم نخليها نسويها يعني شنو نقدر نشتغل سترنج اوكي فيقول لك انا ما اقدر اجمع سترنج مثل يعني رقم تمام طبعا تقدر تسويها بس هسه احنا للدوخ نفسك اجمعها على جهه وانطلق يعني زين فان شاء الله مهم مالك اياها وما عندي شيء بعد انا حكيت لك اياها اول الفيديو بس ما طبقتها انه مثل ما قلت لكم انه ما نحتاج متغير قلتها لا تذكرون او لا ما اعرف في الفيديو حكيتها انه ما نحتاج متغير احنا مو الا متغير اطبع بس على الطباعه بس مو الا متغير واسوي انه اطبع متغير لا اقدر مباشره اوكي بس احنا دائما نخليها متغير ليش نتعامل وياها رجل
هاي باش تجي مثلا عندك اسم ورقم وتليفون وايميل ادريس، خليها متغيرات، متغيرات مفهومه، ايميل نمبر هاي انه شنو عندها بالاس كيو ال بالماي اس كيو، يعني بالاس كيو ال للماي اس كيو ال اوكي، يعني كود يعني كوير ماي اس كيو ال عندها الماي اس كيو ال اوكي. اعتقد واضح الشرح انه مجرد حينتهي الفيديو بغيت 3 دقائق، انه مجرد سوينا تيبل، فتحنا التي ار، فتحنا التي دي، فتحنا التي ار، حطينا اول خليه اللي هي تي دي هاي، نو شنو؟ خلينا ثاني خليه اللي هي هاي تي دي 2، خلينا ثالث خليه اللي هي تي دي 3، اوكي؟ نو شنو هذا فتحنا الرو، فتحنا سده وين؟ يعني زي ما حد يقول انزل رو ثاني يصير، لما ينزل عادي يصير. تمام؟ ونو شنو سدينا التيبل وانتهى الحل، وحطينا شنو لازم فارزه. اوكي طبعا ما طلع خطا، ليش؟ من يقول لي؟ احنا المفروض خطا هو بس ما طلع خطا، من يقول لي؟ ما طلع خطا المفروض يطلع هو. انا اقول لك ليش ما طلع، لان ماكو فد شيء وراه، ماكو فد شيء وراه، لان المفروض المفروض اكو فد كود مع الطباعه ايكو مثلا هلا بس اوكي مثلا بس ايكو هلا. السؤال انه هنا كان فارزه مقوطه ماكو، انا نفذت ماكو اي مشكله، ليش ليش معترض انه قد اكو ماكو فارزه مقوطه؟ المشكله انه ما كان اكو شيء وراها، فهمتوني؟ شوف اخوان هنا ما حطيت فارزه مقوطه، بس اذا نفذ اني يشتغل ماكو مشكله، انت ماكو شيء وراه ينفذ ماكو مشكله، بس انا اخلي شيء وراه يقول لي خطا، ليش؟ لان ما حط فارزه، نشوف هسه يقول لي خطا لان ما حط فارزه. تخلص من الخطأ مجرد خلي فارزة مضبوطة، خلص من الخطأ اوكي، صار واضح عندكم تمام يعني. اتمنى لكم التوفيق، اذا اكو سؤال تقدرون تكتبون لنا اياه على التليجرام على المكان. تحياتي لكم، شكرا جزيلا، مع السلامة. اكو سؤال فاطمة؟ تمام، مع السلامة يعني.